سنه وزاده في رمضان في السهريه على جوهر فيم بيان سور في برامجنا نرمي في رمضان تشوفوني في الحوار التونسي سيغيزينا وعزيزه في دور سمره الثاني من رمضان يعطينا هكا خرج زيدي طيب حد متحيه لزيدون يعطينا هكا نافونغو كيف الكاركتير نتاع مش نرمين شخصية أخرى ما تشبه لي الجملة علاش ما سألتوش أنا السؤال هذا نرمين ولا مش نرمين؟ لا مش نرمين مازلت فلت بسكوفيت شبع شبع شكرا لليكيب الكل دي جي سايف يعطيك الصحة ميرسي بوكو على الموسيقى المزيانة شكرا لليكيب الكل يوم اللي رافقتنا حسام وسام أشرف حميدة عثمان يوسف ما شاء الله اليوم ايكيب الكل كانت حاضرة في جوهرة شو الحلقة الأخرى قبل شهر رمضان شهر رمضانكم مبروك يا شباب رمضانكم مبروك وسنين دايمة إن شاء الله رمضان مبروك على تونس وكل الجمهورية وعلى الأمة الإسلامية والعرب وأي إنسان يشاهد وأي إنسان يحكي باللغة العربية يعطيك الصحة يوم قشرة يوم قشرة فنان رمضان كريم على الجميع إن شاء الله ينعاد عليك ينعاد عليك إن شاء الله يعيشك نرمين رمضان مبروك الناس الكل ونمشي القروين ما يسالش والكفاش هو الميل اللي الميل اللي يمشي يزيد زيتونة ما ماشي لايف في رمضان هذه والله يسالوه لي برشا موجوده في رمضان تلقاوني في السيري زينة وعزيزة تخي بيان ان شاء الله كل التوفيق كانت معكم من خدمي